الرجالة ما بيعرفوش يكتبوا ستات، الست بالنسبة لهم تتلخص دور الأم. يعني إيه دور الأم؟ أنت بتهرج؟ دلوقتي بنحضر لفيلم اسمه بنات عبد الرحمن، كل الكور بتاعه إن أنا عارفة كممثلة إن إحنا الستات مش بيتخلق لينا فرص كتيرة إن إحنا نمثل أدوار فعلاً عميقة ومعقدة، لأن للأسف معظم الحاجات بيكتبها رجالة. كنت بمثل وجمع فلوس من التمثيل وانتج بيهم حاجات. انا عايزه اخد بايد تالنت جديده. اشتغلنا السنه اللي فاتت مسلسل كان اول مسلسل في العالم كله اتصور داخل مخيم لاجئين حقيقي، اسمه عبور. المسلسل كمان كان جزء كبير من ابطاله اكتوال ريفوجيز، ممثلين بيشتغلوا في البرودكشن، بيشتغلوا في الارت، بيشتغلوا في الكيترينج. قدرنا ان احنا نمكن المجتمع الصغير ده جوه الكامب عشان يحسوا ان هم احنا مش جايين نصور عندهم، احنا بنصور لهم، احنا بنعمل حاجه ليهم. بشتغل مع UNHCR على اكتر من بروجكت، وام بيج سبورتر للمحاولات العالميه لدعم اللاجئين. 40% من لاجئين العالم موجودين في الريجن بتاعتنا في المنطقه العربيه، وده رقم مرعب. مفيش انيشيتيفز كتيره تمكنهم من ان هم يعيشوا حياتهم في المجتمع ويندمجوا فيه. من حقك بما انك موجود في مكان مش وطنك، حق التعليم، حق انك تنام تحت سقف امن، حق انك تاكل وتشرب وتدي لعيالك الدواء، حق انك انت محدش يعتدي على عيلتك جسديا ولا نفسيا باي طريقه من الطرق. وضعنا الانساني دي حاجه لريالتي تشك كبيره للجميع.